بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على التدريب عن بعد. بداية من تسجيل الدخول، بيتم تسجيل الدخول باسم المستخدم اللي هو الخاص بيك على بوابة الموظفين. كلمة المرور بيبقى الرقم الوظيفي أو رقم الحاسب، لكن لازم يبقى مكون من 7 أرقام. فأنت لو الأرقام عندك 3 بس، تزود الباقي أصفار قبل الأرقام. بنعمل تسجيل دخول، بيدخلنا هنا هو على المقررات الدراسية بتاعتك. من هنا هو بتقدر من عن طريق الاوبشن داون اللي انت تخلي هنا الظاهر عندك فقط المواد او المقررات الدراسية للترم الثاني بس. تمام، نروح على المقررات الدراسية. هنفتح الجداول الالكترونية المتخصصة. نلاحظ هنا عندي هتلاقي التدريب عن بعد. المفروض ان انت كأول مرة مش هتلاقي الاوبشن ده موجود هنا، فانا دلوقتي هحذفه. التدريب عن بعد، حذف، حذف العنصر. انت في البداية اول ما تخش هنا مش هتلاقي التدريب عن بعد هنا، فلازم نضيفه. ايه فايدة التدريب عن بعد؟ ده اللينك او الرابط اللي هيظهر للمتدربين، لما يضغطوا عليه هيقدروا يشاركوا في البث اللي انت بتعمله لايف. فاحنا ببساطة بنيجي هنا إضافة، أداة، ارتباط الأداة. بتختار هنا من الأوبشن دي أول حاجة الكوليبريشن ألترا، بلاك بورد كوليبريت ألترا، وهنا في الاسم بنسميه التدريب عن بعد. أهم حاجة اللي أنت لازم تعمل أوبشن، تعمل صح على متاح للمستخدمين، عشان كل الطلاب يبقوا شايفينه ومتاح ليهم. ارسال، نلاحظ ان هو بقى موجود هنا، تقدر تجره وتحطه هنا مثلا فوق هنا. تمام، دلوقتي الطالب يقدر يشوف ده. طب عشان تتأكد هتعمل ايه، هتخش على الدخول هنا، ده المعاينة. انا كده داخل كأني طالب، دي الحاجة اللي ظاهرة عندي. نبص التدريب عن بعد هنا، فالطالب بمجرد ما هيخش انت هتوجهه، هتقول له اضغط على التدريب عن بعد، هيظهر عنده البس ان المفروض اللي انت فيه دلوقتي. فهيخش هنا على حجرة المقرر الدراسي، الانضمام الى حجرة المقرر الدراسي. يبدأ لو المدرس دلوقتي في نفس الوقت شغال، يبقى هو دخل دلوقتي الروم بتاعتك او الحجرة ويبدأ يشارك معك. طيب، وادي كل التفاصيل هنا، الطلاب لو هيبقوا موجودين، وادي السيشن. وقت ما الطالب خلص المحاضرة بتاعته يقدر يعمل ليف سيشن من هنا، ويحط التقييم بتاعه عن الجلسة كانت ايه او سكيب. كده بالنسبة للطالب المهمة انتهت. نرجع بقى للمدرب. خلاص، انا دلوقتي هنا في السيشن بتاعت المدرب، هبدأ ادير البث بتاعي بقى. فعلا انا دلوقتي عايز اشرح وبس، انا اخترت المقرر بتاعه، بروح على التدريب عن بعد. ما تنشئش اي جلسات، انت عندك طبقا للجدول بتاعك الموجود في رايات حصل مزامنة بينه وبين البلاك بورد، فبالتالي الحجرة دي هتبقى مفتوحة في وقت المحاضرة بتاعتك بالظبط. فإنشاء جلسة دي ما نجيش جنبها خالص، هنيجي هنا حجرة المقرر الدراسي، الانضمام، بدأ كده البث بتاعك. طيب، البث عندنا هنا في 3 أجزاء. أول جزء، الجزء السفلي ده، دون عشان لو هتشغل الكاميرا بتاعتك الطلاب يشوفوك، أو تشغل شير الأوديو اللي أنت تشغل المايك بتاعك ويبقوا سامعينك، وده الستيتس بتاعك اللي حالتك اللي أنت بتبقى فيها. هنا الجزء دون بيقول لك فيه أول حاجة دون الطلاب كلهم اللي هيبقوا موجودين. لو عندك هنا مثلا 10 طلاب، 15، كلهم هتلاقيهم موجودين هنا عشان تعرف مين حضر ومين ما حضرش. وجزء دون بتاع الشير كونتنت، او هتلاقيها مشاركة المواد، في كذا اوبشن فيه. اول حاجة الشير بلاك، شير بلانكد وايت بورد، اللي هي لوحة بيضة لو حبيت تكتب حاجة، لو حبيت تستخدم هنا الكتابة العادية تمسح الكلام ده، او الطريقة التانية اللي انت هتشير سطح المكتب بتاعك الانتاير سكرين لو انا استخدمته، وتشير اوديو كمان هنا اهو،
الطلاب هيبقوا شايفين كل حاجة أنت بتعملها على الكمبيوتر. يعني مثلا ممكن بقى تقوم عامل مينيمايز، تصغر الشاشة وتفتح بقى ملف باوربوينت، ملف اكسل، أو لو عندك كده أنت بتدرس مواد حاسب مثلا في ام وير، باكيت تريسر، أي حاجة برنامج محاسبي تشغله، هما شايفين كل حاجة أنت بتعملها على الكمبيوتر. طيب نرجع تاني، عايز توقف البث هتقول له شوف هنا الصورة عاملة ازاي، هو هيبقى الصورة عندهم واضحة جدا يعني الطالب. ستوب شيرنج، كده انت وقفت البث. طيب لو انا عندي تطبيق معين وعايز اعمل بث عليه، بس هتروح على الابليكيشن هنا، هيقول لك انت فاتح اتنين تطبيق اللي هو جوجل كروم والفي ام وير، فانت بتختار مثلا الفي ام وير شير، خلاص يبقى الطلاب هيشيروا معاك او هيشاهدوا معاك عن طريق البث البرنامج ده بكل تفاصيله اللي انت تشتغل عليه. برضه ستوب شير، يوقف الشير. يبقى احنا عرفنا دولت، وعرفنا هنا في الشيرنج نقدر هنا شير فايل، تقدر تعمل ترفع صورة او ترفع باوربوينت او بي دي اف. ودي اعدادات الجلسة، غالبا هي ما بيبقاش فيها اي مشاكل. يعني السيشن سيتنجز دي لو انت هتشير اوديو وتشير فيديو، ان الطلاب يبقوا معاك في المشاركة في الصوت والصورة. ودرو اون وايت بورد نفس الكلام اللي هو اللي احنا كنا فيها من شوية. وده الشات هنا لو في شات. يبقى احنا خلصنا الجزء اللي على اليمين ده والجزء الاوسط. الجزء اللي على الشمال ده فيه الستارت ريكوردنج اللي هي بداية التسجيل. انت ممكن حضرتك تسجل كل اللي انت بتعمله هنا وترفعه للطلاب، عشان لو في طلاب غايبين او ما حضروش او عندهم عذر. طيب طول ما العلامة دي موجودة انت بتسجل كل اللي انت بتعمله هنا. بس خلينا هنا على الوايت بورد، انت بتشرح حاجة تمام وكل ده متسجل. اول ما انت بتخلص التسجيل بتاعك، انت بتعمل هنا ستوب، عايزين انهاء التسجيل، ستوب ريكوردينج، خلاص الريكوردينج هاز ستوبت. هتشوف الملف ده فين بعد ما تخلص الجلسة. انت خلصت المحاضرة بتاعتك خلاص، والمتدربين كلهم لازم يطلعوا من السيشن كلها، يعني كل المتدربين هنا يطلعوا، تيجي هنا وتعمل ليف سيشن، يعني انهاء السيشن بتاعتي، وتحط التقييم بتاعك اللي انت عايزه، تم انتهاء السيشن خلاص، تقفل هنا وتخش على البورد بتاعتك، بتلاقي هنا اهو كل التسجيلات بتاعت اللي انت سجلتها. ممتاز. طيب تقدر تعمل ايه في التسجيل؟ تقدر تيجي هنا على التسجيل وتقول له نسخ الرابط، احنا نسخناه. نيجي هنا احنا متفقين ان الجزء ده الطالب بيشوفه، انت سامح له ان هو يشوفه، ففي المحتوى هنا بنيجي عليه وبتقول انشاء محتوى جديد، وتحط ارتباط ويب، وتحط هنا الاسم مثلا دون محاضرة اليوم، وتحط الرابط بتاع الفيديو المتسجل للناس اللي ما حضرتش. وفي هنا بقى خيارات كتيرة تقدر تتابع مين شاف ومين ما شافش وعدد المرات، وتحدد العرض ده يبدأ امتى والكلام ده كله. ارسال، تمام. الطالب لما هيجي يخش، انت كده هتعمل معاينة كأنك طالب، الطالب هيروح على المحتوى يشوف اخده ايه محاضرة اليوم، لما يضغط عليه يفتح له الفيديو المفروض اللي احنا شفناه او اللي احنا سجلناه. ممتاز، هيشغل الفيديو هيشوف كل حاجة اللي ايه تم تسجيلها. احنا كده وصلنا، نرجع تاني انهاء المعاينة متابعة. يبقى لي الحضور، لما اجي بقى خلاص انا خلصت المحاضره وسجلتها، عايز احضر الطلاب والغياب والكلام ده، بنروح على ادوات المقرر الدراسي، بنلاقي تحت هنا الحضور. طبعا انت شفت الطلاب اللي دخلوا معاك، بتيجي على كل طالب وتعلم عليه صح، يبقى اخد 100% من الحضور. لو جاي متاخر شويه بيبقى 50%، لو غايب بياخد 0%، لو عنده عذر بتحطه هنا. طيب انا اخدت الغياب، لو تقدر علي اعدل بعد كده في اي غياب تاني بتيجي تعدل، هو ما بيحفظش يعني، يعني اقصد يمكن التعديل عليه، يمكن التعديل عليه. موافق، تمام. في بعد كده التقارير. التقارير لو رحنا عن التدريب عن بعد، ادي السيشن اللي احنا كنا فيها، نيجي هنا اهو كده، ده المفروض اللي هي محاضرة النهاردة، بتروح على عرض التقارير، ده بيجيب لك التقارير كلها
المدة بتاعتك اللي انت قعدتها، وكم واحد حضر، ووقت البداية ووقت الانتهاء. تقدر تعمل استعراض للتقرير من هنا، وتقدر تصدره كإكسل فايل. بكده يبقى احنا الموضوع كله من A to Z، ده اللي يخص المدرب وازاي يعاين ويتأكد. طبعا كل ده لازم يبقى وضع التحرير قيد التشغيل، لازم نكون متأكدين من دي، لأن من غير دي مش هتقدر تعمل أي تعديل اللي احنا قلناه ده. شكرا.